منبر ارتقى في الحجم، وحيي جميع الفنانين والعاملين بالمسرح، أخص رواد المسرح المغربي الذين بذلوا بلاء الحسن وبذلوا الغالي والنفيس من أجل أن تكون القاعدة المسرحية في المغرب، أن يكون المغرب برتوار نعود إليه، وأن تكون هناك مسرحيات تمثل واحد الحقبة من المسرح المغربي، وتؤسس أيضا لما يمكن أن نسميه بالمسرح المغربي. طبعا هذه المبادرة ديال ذاكرة ومسرح التي تشرف عليها دار الثقافة، دار الثقافة بالحاج مشكورة. طبعا السلام عليكم. يعني بمجرد ما شفت هاد لافيش مكتوبة فيه ذاكرة مسرح، يعني بنت الاحتفاء واحد بالرواد، مجموعة ديال الرواد، فكرة يعني جميلة جدا. أن واحد تنشكر هاد الناس اللي مشاو في هاد الاتجاه، يعني بهاد الاحتفاء بهاد الرواد، ما تيخليوش يعني الزمن يتقطع، كيخليو دائما صيلة بالزمن القديم، وتتكون واحد صيلة تواصل ما بين الزمن القديم والزمن الحالي. كنشكر كاع الناس اللي فكروا في هذه المبادره الطيبه والاحتفال ب نقدروا نقولوا انه عميد المسرحيه المغاربه سي عبد القادر البدوي 56 عام، ماشي سنه. دونك هذه الاحتفاليه زوينه، وفي هذه المدينه الصغيره الزوينه مع الناس الزوينين شي حاجه كبيره. وكنظن ان السي البدوي محتاج هذه المبادره، جات في وقتها واكيد غتزيد فيه بزاف الحوايج، وحنا كيحصل لنا الشرف، حصلنا الشرف اننا نشاركوا، واكيد جينا بكل الحب ونعرضوا بكل الحب، وتبقى عندنا ذكرى زوينه في هذه المدينه هذه. اللي كنطلب من الجمهور انه يجي يتفرج، وكنطلب مزيد من هذه المبادرات، لان كتخلي لنا داك اللقاء مع هذا الجمهور هذا اللي خطيهم علينا، وبغينا الناس تبقى تفكروا في الناس ديال المسرح لانهم محتاجين هذه الالتفاتات. شكرا لكم بزاف. شنو نقول لك على سي عبد القادر البدوي؟ عرفنا بانه عمل المسرح القديم من اوائل الناس اللي يعملوا المسرح، وطبعا بداه كهاوي كجميع الناس، وكانت له الشجاعة باش يدير فرقة اللي هي العهد الجديد. السلام عليكم، تحية لكل المشرفين على المهرجان، لأنه شيء جميل مدينة صغيرة كالحاجة وعندها اهتمام كبير من صعب، هذا شيء جميل، وعندها يعني مهرجان في مستوى كبير جدا، وعندها يشرف المغرب ويشرف المغاربة ويشرف المدينة، فتحية خاصة لكل المسؤولين على المهرجان. الدوام هاد القرى مسالم
للشعب المغربي.